عقدت نقابة الصحفيين حلقة نقاشية حول الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية تحت عنوان من المحرقة الصهيونية في غزة إلى المحاكمة الدولية. وخلال الندوة تم عرض آليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، وكذلك التعريف بآليات توثيق الأدلة في جرائم الحرب، خاصة في ظل رصد العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية لأوضاع السكان المحاصرين في غزة وتهدم المستشفيات ودور العبادة واستهداف النساء والأطفال والصحفيين والأطقم الطبية بشكل مباشر، وشرح الآلية التي يتعامل بها عالميا فيما يتعلق بجرائم الإبادة وجرائم الحرب لعمل توثيق شامل ودقيق لدعم الإجراءات القانونية والسعي لتحقيق العدالة. بنناقش فكرة محاسبة كل مجرمي الحرب اللي ارتكبوا كل هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني اللي أسفرت عن استشهاد أكثر من ما يقرب من 14,000 فلسطيني وبينهم ما يقرب من 6,000 طفل. كل هؤلاء الصحفيين الذين شهدوا كل الانتهاكات بحق المستشفيات وبحق ده لابد من الحساب عليها. هذا هو الهدف اليوم، وهذه أهمية ندوة اليوم وأهمية وجود متخصص في فكرة المحاكمات الجنائية الدولية. نحن نريد أن نقول أننا لن نسكت، سنواصل، سنتضامن مع الشعب الفلسطيني حتى لو توقفت هذه الحرب، فلا بد من محاسبة هؤلاء القتلة ومجرمي الحرب الإسرائيلية.